فاندير أرسولا فاندير لين، وكذلك رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل. نلتزم بدعم الخيار الذين يقومون به في هذا المسار الأوروبي، وكانت لدينا الفرصة في أن نتناقش بشكل وثيق بطريقة التزام أوروبا في هذه الأجندة المتعلقة بالسيادة. أريد بشكل بسيط أن أصف وبشكل سريع الركائز الثلاثة الأساسية التي وردت اليوم في هذا الإعلان المتعلقة بالنظر نحو المستقبل من أجل تعزيز هذا المشروع الأوروبي. من جهة هناك مسألة الطاقة، هي ليست مشكلة جديدة نكتشفها اليوم. نحن ملتزمون إزاء الحياد الكربوني والتوصل إلى الحياد الكربوني، ونريد أن نحرز تقدما فيما يتعلق باستقلالنا في مجال الطاقة. هناك ثلاثة نقاط نريد أن نتطرق إليها ونعالجها. طبعا مسألة الكلفة وتأثير الأسعار على العائلات الأوروبية وأيضا بالنسبة للشركات. مسألة أيضا الاعتماد الكبير كما نراه اليوم يترجم عمليا. نريد أن نتحرر من هذا الاعتماد الكبير على سوانا ليكون لدينا أكثر استقلالية في مجال الطاقة، وذلك بما يتوافق مع أهدافنا. أيضا هناك التزام وبوضع خطة لفصل الشتاء المقبل، وبالعمل مع المفوضية الأوروبية التي تحضر وتهيئ للقرارات التي يتم اتخاذها. هذه أجندة متكاملة وشاملة يتم التهيئة لها. النقطة الثالثة تتعلق بالأمن والدفاع. بالنسبة للدفاع، نحن كثيرون ونقول هذا منذ مدة، نتكلم عن التقدم المحرز في هذا الإطار. لقد استيقظنا منذ أسبوعين في أوروبا مختلفة وفي عالم مختلف. طبعا هناك أفعال تم اتخاذها في الأيام الأخيرة تؤكد على ضرورة حماية وتعزيز الدفاع الأوروبي، وهذا أيضا ما يترجم في هذا الاجتماع اليوم في أوروبا، حيث أيضا تترجم ضرورة وضع استراتيجية تحدد المجالات التي يجب العمل عليها وتحديد كيفية تعزيز ووضع قاعدة صناعية تسمح لنا بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الفضائي والأمن السيبراني. وهنا أيضا كان لدينا جدول أعمال ولدينا عمل دؤوب في هذا الإطار يسمح لنا بالمضي قدما. وأخيرا تطرقنا إلى أهمية تعزيز هذه القاعدة الاقتصادية الأوروبية. طبعا في أوروبا نعمل من أجل تحقيق الازدهار وتحقيق السلام، وفي هذا الإطار يتعين علينا وعلى جيلنا أن يتخذ اليوم القرارات التي من شأنها أن تؤسس لهذه القاعدة الاقتصادية الصامدة والأكثر صمودا من قبل. إنها التزامات أيضا في مجال الصحة، فأزمة كورونا بيّنت عن أهمية العمل على هذا في هذا المجال. وطبعا الأمر يتعلق بالطموحات المتعلقة بأشباه الموصلات والمنتجات الأساسية التي يجب توفرها، وطبعا ضرورة الالتزام في مجال الابتكار التكنولوجي. طبعا وهنا ببضع كلمات، أعتقد أن هذه القرارات المهمة التي تم التوصل إليها جاءت مع إدراك مشترك من الجميع بأهمية هذه الأوقات التي تتخذ فيها هذه القرارات وبأهمية القرارات ذاتها بالنسبة لنا وبالنسبة للأجيال القادمة. إنها في أساس هذا المشروع الذي جمع أساساً الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والاستقرار والازدهار. وطبعا هذه مشكلات يجب أن نعالجها، ولا بد من التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق طبعا بتحقيق مزيد من السيادة ومزيد من الاعتماد على النفس والاستقلالية، وذلك من أجل مصلحة الاتحاد الأوروبي. وطبعا سيكون لنا الفرصة للتطرق إلى كيفية تطبيق كل هذه الأمور
التي ذكرناها، وذلك من خلال الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل عفوا عام قريب. وطبعا سيكون من الضروري التوصل إلى قرارات قبل القمة المفترض عقدها في شهر يونيو المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الدفاعية. أشكر السيد ماكرون لإتاحة هذه الفرصة لنا لأن نكون مجتمعين اليوم في هذه الأوقات التي تمس أيضا تاريخ أوروبا في اليوم وفي الأمس عفوا واليوم. قمنا بهذا الاختيار المشترك من أجل تحقيق طموحاتنا المشتركة من أجل مستقبل أوروبا. شكرا شارل وشكرا إيمانويل، شكرا لاستقبالكم لنا هنا في هذا المكان المفعم بالتاريخ والذكريات التاريخية. طبعا مستقبل أوكرانيا والتاريخ المستقبلي للديمقراطية وأوكرانيا يكتب حاليا، وطبعا مصير أوكرانيا ومصيرنا مرتبطان، فأوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية. الاعتداء الروسي ضد أوكرانيا هو اعتداء ضد كل المبادئ التي هي عزيزة بالنسبة لنا، إنه اعتداء على الديمقراطية وعلى السيادة، سيادة الدول، اعتداء ضد أو على الحريات وحرية الشعوب باختيار مصيرها ومستقبلها وتحديد مستقبلها. الطريقة التي نستجيب فيها اليوم لهذا الاعتداء الشنيع على أوكرانيا سيحدد مستقبل أوكرانيا ومستقبل أيضا اتحادنا وحتى مستقبل ما هو أبعد من هذه القارة. لنبقى إذن أوفياء لهذه المبادئ التي وجهت حتى الآن استجابتنا المشتركة، إنها مبادئ المسؤولية والتضامن والوحدة والعزيمة. هذه الأزمة جعلتنا نواجه مسؤولياتنا في وجه الواقع الذي فرض نفسه. واجبنا في الاستمرار بتأمين توفير الطاقة للمستهلكين في أوروبا. على المدى المتوسط هذا يعني أن نتخلص من اعتمادنا على الغاز الروسي من خلال تنويع طاقاتنا والاستثمار في الطاقات المتجددة. مصادر الطاقة المتجددة جيدة لأنها تخلق الوظائف هنا في أوروبا. إنه استثمار استراتيجي في أمننا وفي استقلالنا. ولهذا المفوضية الأوروبية عملت على برنامج ريباور إيو، هي خطة تسمح بتنويع المزودين والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبحلول منتصف مايو سيكون لنا مقترح بشأن الابتعاد عن الاعتماد عن الغاز والنفط والوقود الأحفوري الروسي، وذلك من خلال التوجه إلى المصادر الأوروبية اللازمة. وأيضا تطرقنا إلى معالجة ارتفاع أسعار النفط. بحلول نصف مايو سوف نقدم خطة لتعزيز السوق من أجل دعم هذا الانتقال والتحول في الطاقة، لكننا نحن بحاجة إلى إغاثة الآن. لذلك المفوضية الأوروبية وضعت توجيهات بشأن الأسعار في هذا الأسبوع في هذه الظروف الاستثنائية، واحتمال أن يكون هناك أزمة مؤقتة كان لابد من واجهتها من خلال وضع إطار عمل خاص. وقمنا بتقديم خيارات للدول بأن تقوم بفرض ضرائب على بعض مصادر الطاقة، وسوف نقدم مقترحات تعنى بتحديد أو وضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء. ويجب أن نكون جاهزين أيضا لموسم الشتاء المقبل، وبالتالي سوف نضع خطة وننسق تطبيق هذه الخطة لنكون جاهزين قبل الشتاء المقبل. الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع أيضا سياسة تعنى بالتخزين طويل الأمد للغاز، وسوف نتطرق إلى خطط تسمح لنا بأن يكون لدينا 90% أو ملء
احتياطياتنا بنسبة 90%. إذن إنها حزمة شاملة، وهي تأتي ضمن إطار سياستنا لتفادي أي انقطاع في هذا في مجال الطاقة. وأيضا نحن بحاجة إلى معالجة أزمة الغذاء والأمن الغذائي، وقد وضعنا خيارات لمعالجة هذه المسائل ذات الأهمية. حرب بوتين دمرت وزعزعت الاستقرار الأوروبي إلى حد بعيد، ونحن بحاجة إلى قدرات مختلفة لمواجهة ذلك، ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الدفاعية الكبيرة في أوروبا. أرحب بإعلان عدد من القادة لزيادة الإنفاق في مجال الدفاع، وأنا واثقة من أن المزيد من الإعلانات المشابهة سوف يتم القيام بها، لكننا بحاجة إلى تنسيق هذه المقاربات لنحافظ على تطور تكنولوجي في قواعدنا العسكرية وفي صفوف جيوشنا وقوانا المسلحة قواتنا المسلحة الأوروبية. هذا ما سنركز عليه في الأسابيع المقبلة. دعوني أكون واضحة، يجب أن أيضا ننسق بشكل وثيق مع حلف الناتو، إنه الحلف العسكري الأقوى في العالم. وأرحب قيام القادة بدعوتنا لوضع تحليل للفجوات في الاستثمار الدفاعي، وأن نتأكد من توفر خطة مناسبة للتعامل مع هذه الثغرات بحلول مايو أو نصف منتصف شهر مايو قبيل اجتماع المفوضية. النقطة الأخرى متعلقة بالوحدة. كان لدينا ثلاث موجات للعقوبات أو حزم للعقوبات قمنا بفرضها على روسيا، وكان لديها تأثير مباشر على روسيا، والآن نعلن فرض الحزمة الرابعة من العقوبات التي من شأنها أن تعزل روسيا أكثر فأكثر عن المجتمع الدولي وأن تردع الغزو الأوكراني. وأيضا دعوني أقول بعض الكلمات عن التضامن الذي برهن عنه عدد كبير من الأوروبيين. أكثر من 2 مليون من النازحين الذين فروا من الحرب من أوكرانيا تم استقبالهم بحرارة وفتحت لهم الأذرع. أتوجه بالشكر للدول في الخطوط الأمامية مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا والمجر إذن ومولدوفيا، لأن الشعب الأوكراني بحاجة ويستحق كل الدعم، وكذلك أيضا الدول التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين. لقد وضعنا منصة للتضامن من أجل تنسيق الدعم التشغيلي والقدرة الاستيعابية لهذه الدول. نستخدم الميزانية الأوروبية ومرونتها إلى حد بعيد لتأمين المساعدة فيما يتعلق بالمساعدة الطبية والذهاب إلى المدارس والمساكن والمأوى. هذه المرونة في المفوضية بفضلها تم تخصيص 7 مليارات يورو من أجل هذه المساعدات. الشعب الأوكراني يبرهن عن شجاعة كبيرة للغاية، وهم يقفون ببسالة دفاعاً عن المبادئ الأوروبية، وهذا هذا يوضح انتمائهم إلى الأسرة الأوروبية. وبالتالي يجب أن نفكر ماليا عما سيأتي بعد ذلك المرحلة المقبلة. إن طلب تقدم بطلب للانتماء إلى الاتحاد الأوروبي يعبر عن سيادة الدولة وحقها في اختيار مصيرها بنفسها. اليوم فتحنا المسار نحونا إلى أوكرانيا، هم جزء من هذه الأسرة الأوروبية. شكرا جزيلا السيد الرئيس. السيدة الرئيسة شكرا جزيلا. السيدات والسادة شكرا لوجودكم هنا في هذه القمة في فرساي. السيدة الرئيسة والسيد الرئيس عبرا عن الروح التي كانت موجودة في خلال محادثاتنا في هذه الصالة. اعتقد
تعكس بعض الحوادث التي حدثت في الحرب، والآن خيار الخيار الروسي هو العودة إلى الحرب، وهذا ترجم بالغزو الروسي ضد أوكرانيا. وهذه مرحلة مأساوية من تاريخنا وتاريخ البشرية، إنها مرحلة مفصلية للمجتمعات ولشعوبنا الأوروبية. لقد استجبنا منذ 15 يوما كما ذكر الرئيسان بتضامن وبسرعة وبمسؤولية، استجبنا إلى هذا الغزو. الخيارات تم اتخاذها على عجلة بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سواء كان في مجموعة السبع أو في حلف الناتو. وهذا طبعا تم أيضا في إطار جمعية العمل الأمم المتحدة. الأوكرانيون والأوكرانيات يدافعون بكل شراسة عن سيادتهم وعن سلامة أراضيهم عن حريتهم. الأوروبيون لديهم موقف واضح، هم يدينون بحزم هذا الاعتداء الروسي، قاموا بذلك في كل المحافل الدولية وعبر عن ذلك في كل المحافل الدولية، لا سيما أيضا في التصويت الذي جرى في مجلس الأمن. نحن عبرنا عن دعم للشعب الأوكراني من خلال تقديم معدات عسكرية وطبية ومساعدات إنسانية، وأيضا أعلنا اليوم عن تقديم 500 مليون يورو في هذا الإطار، في إطار المساعدات الإنسانية. والدول التي حتى الآن كانت لديها تقليد الحيادة اعتمدت الحيادة، مثل السويد التي قررت منذ عدة عقود قررت المشاركة في هذا الدعم الملموس لأوكرانيا. هذا الدعم هو دعم أيضا اقتصادي، وسوف نستمر به، وسوف نشارك في استقبال المليونين من اللاجئين. وطبعا ذكرت السيدة الرئيسة بأهمية التضامن، وطبعا أحيي الشعوب التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، سلوفاكيا والمجر ومولدوفيا وسواها. وأيضا سوف تتحمل وسيكون لفرنسا نصيبها من هذه من استقبال اللاجئين. منذ اليوم الأول نشرنا أو وضعنا حزمة من العقوبات السريعة وتلتها بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث وحتى اليوم السادس، حزمات متتالية من العقوبات الاقتصادية، ونحن جاهزون لفرض مزيد من العقوبات. كل المجالات أو كل الإمكانيات موضوعة على الطاولة ومحتملة، وهذه جاءت ردا على الاعتداء الروسي. نحن جاهزون أيضا لكل النتائج التي قد تنشأ في الأسابيع والأشهر المقبلة. هدفنا العودة السريعة إلى السلام، تحقيق إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، ولذلك نمارس الضغط على روسيا، ونقوم بحوار حازم مع المستشار الألماني وحوار جاد معه في هذا الإطار. هذا التضامن والوحدة للشعب الأوكراني، هذا ما نقوم به، وسوف نستمر بالقيام به طالما تطال الحرب، وسوف نحاول إعادة أعمار ما دمرته هذه الحرب غير المبررة الروسية ضد أوكرانيا. الرسالة التي وجهناها إلى الأوكرانيين هي أن المسار والدرب نحو أوروبا مفتوح أمامهم، وطبعا النضال من أجل مبادئ الحرية والديمقراطية الذي قام به الأوكرانيون برهن عن أنهم أيضا يحاربون من أجل نفس المبادئ التي نعتمدها. والأمر ينطبق أيضا بالنسبة لمولدافيا وجورجيا، وطبعا المفوضيات الأوروبية سوف تناقش مسألة إمكانية فتح هذا المجال أمامهما أيضا بالنسبة للانضمام لأسرتنا. ما تم التطرق إليه اليوم يأتي من واقع أن السيادة الأوروبية التي كانت ربما شعارا في الأيام الماضية أو ربما حلما فرنسيا، أما اليوم فالكل يفهم أن هذه ضرورة، وأن هذه السيادة وهذا الاستقلال الاستراتيجي
رأينا أهميتها منذ بداية الأزمة، حيث كان هناك من ضرورة للتزود ببعض المعدات الطبية بما في ذلك اللقاحات، وقد عشناها أيضا ورأينا أهميتها عندما وقعت أزمة سلاسل الإمداد وطبعا أشباه الموصلات. ونحن نرى مع هذه الأزمة سوف نقيس إلى أي مدى غذاءنا ودفاعنا أيضا مسائل تتعلق بالسيادة، وحيث مجالات حيث يمكننا أن ننسق مع بعضنا البعض وأن يكون لنا حلفاء، أن نختار العمل مع الحلفاء من دون أن نكون معتمدين على هؤلاء الحلفاء، أن نكون منفتحين عليهم من دون الاعتماد عليهم. وفي هذا الإطار سوف نعمل في الأشهر المقبلة من أجل إحراز تقدم في هذا المجال. فيما يتعلق بالدفاع، نريد تحديد الاستثمارات التي نحن بحاجة إليها. عدد كبير منكم استثمروا ب 2% من الناتج الإجمالي المحلي في مجال الدفاع. نريد أن نحدد حاجاتنا المتعلقة بالميزانية بالتنسيق مع بعضنا البعض، وتحديد حاجاتنا بشأن التحديات البحرية والفضائية والسبرانية، وما هو ضروري من أجل بناء صناعات أوروبية. يجب أن نكون هناك أو نصنع أوروبا تعتمد على نفسها وأن تكون مستقلة. طبعا يجب الحفاظ على عدد من الحلفاء والشراكات، ولكن يجب أن يكون لدينا صناعة دفاعية تتناسب مع السوق المتكامل. وفي هذا الإطار اتخذنا عدد من القرارات. فرنسا كما تعلمون منذ 2017 قامت بخيارات كبيرة ومهمة متعلقة بالميزانية من أجل التوصل إلى هذا الاستثمار بنسبة 2%، وطبعا من أجل إطلاق مثل هذه النوع من المشاريع. ألمانيا قررت منذ نحو 10 أيام بطبعا القيام بمثل هذه الاستثمارات، والدنمارك قام أيضا بخيار تاريخي في تقديم احتمال العودة إلى المشروع الدفاعي الأوروبي. طرحت الدنمارك هذا أمام شعبها. إذن كما ترون خيارات عدة تاريخية يتم اتخاذها في كل أنحاء أوروبا، وهذا سيسمح لنا ببناء قدرتنا المشتركة. هذا مهمة أعطيت أو كلفت للمفوضية الأوروبية لكي نتمكن من التوصل إلى من إحراز تقدم بحلول منتصف شهر أيار، لنتمكن من صنع وتحقيق استراتيجية أوروبية في مجال الدفاع والاستراتيجية وتعزيز القدرات. أما بالنسبة للطاقة، لدينا من خلال الاستراتيجية المناخية التي نعتمدها بدأنا بالفعل بشق مسار نحو الاستقلال في مجال الطاقة. ونعرف أنه مثلا بالنسبة لعدد منا التخلص من الفحم والتخلص من الاعتماد على الغاز أمر صعب للغاية. الوضع الذي نحن فيه اليوم والوضع الذي سيفرض نفسه علينا غدا أيضا يدفعنا لأن نكون أكثر طموحا في مجال المناخ. إلى حين حلول منتصف شهر أيار سوف ندرس طريقة التخلص أو طريقة زيادة اعتمادنا على نفسنا، وسنتطرق أيضا إلى مسألة ارتفاع أسعار النفط والغاز. يجب ضمان آليات تمكننا من الحيلولة دون أن نكون خاضعين للسوق في إطار هذه الأزمة. عدد من الدول قامت بخيارات لحماية مؤسساتها. يجب أن ننسق هذه الخيارات فيما بيننا. الأسعار كانت قد ارتفعت قبل الحرب وتستمر بالارتفاع بسبب الحرب في أوكرانيا، ويجب أن نتهيأ لعقوبات محتملة قد تنشأ وقد تفرض، وأن ننشر الوعي إزاء هذا الاعتماد على الموارد النفطية الروسية.
هذه الخطة التي ذكرها الرئيسان، الخروج من اعتمادنا على الغاز والفحم والنفط الروسي بحلول 2027، هذه الخطة تتطلب استراتيجيات تعزز خياراتنا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النووية. أنتم تعلمون أن مارس ومايو سوف يكونان شهران مزدحمان بالعمل وجدول العمل لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بسيادتنا أيضا واستقلالنا، لابد من التطرق إلى الأمن الغذائي، سواء ما كان الحبوب. نحن نعلم أن روسيا وأوكرانيا هي مصدر أساسي لهذه الحبوب وهذه المنتجات، نحن نعتمد عليها وطبعا بلا، ولابد لنا من الدفاع عن سيادتنا فيما يتعلق بالأمن الغذائي كأوروبيين، وأيضا لابد من تحديد استراتيجية إزاء أفريقيا، لأن عدد من الدول الأفريقيين الذين ستعم فيهم المجاعة خلال الأشهر المقبلة بسبب هذه الأزمة. وأيضا فيما يتعلق بمواد أولية أخرى ومواد أخرى، لابد أيضا هنا من العمل على تحقيق سيادتنا في العمل هذا. وضعنا خطط للأشهر المقبلة من شأنها أن تبني أوروبا أكثر سيادة واستقلال، أي أنه يتعين علينا تشجيع الاستثمارات الخاصة. مسألة الضرائب أيضا يجب أن نعمل عليها من أجل تشجيع هذه الاستثمارات وتعزيز السوق الموحدة في عدد من المجالات. النقطة الثانية هي أنه يجب أن يكون هناك سياسة مالية مكيفة للأوضاع الحالية. نحن لم نعد إلى الأوقات العادية والطبيعية، من الواضح أننا نعيش في سياق جيوسياسي صعب للغاية، وبالتالي يجب أن يكون هناك سياسات استراتيجية للاستثمار العام من أجل حماية نفسنا ضد الحروب ومن أجل تعزيز صمودنا إزاء هذه الظروف الصعبة. وأيضا لابد لنا كأوروبيين من أن نقوم بتمويل، وكما فعلنا خلال أزمة كورونا، أن نقوم بتمويل هذه الاستراتيجيات الكبيرة التي تكلمت عنها. نحن نستثمر من أجل مستقبلنا، وبالتالي هو استثمار مشترك، ومن مصلحتنا أن ننسق هذه الاستثمارات وأن نقوم بتمويلها من قبل أوروبا لنتفادى أي ديون استراتيجية. هذه الاستراتيجية التي سوف تشغلنا وتشغل بالنا في الأشهر المقبلة. وهنا أيضا يجب أن نبرهن عن وحدة وعن سرعة وعن مسؤولية. الأوكرانيون والأوكرانيات يعطون مثالا، خير مثال عن الشجاعة. نحن لا نقوم بالحرب الآن كأوروبيين ضد روسيا، لكننا نفرض عقوبات على روسيا، ولكن لابد لنا من أن نتحلى بالشجاعة الكافية لنأخذ مسؤولياتنا ونتحمل مسؤولياتنا ونأخذ الخيارات اللازمة التي ربما قد تفرض علينا العودة عن بعض التقاليد التي كنا نعتمدها فيما مضى. المناقشات في الأمس واليوم بينت أهمية ضرورة المضي قدما في هذا الإطار. ودعوني أنهي هنا. في الأمس شكرت عدد من الزملاء وقلت ذلك لرئيسة المفوضية الأوروبية، لأن طبعا فيرساي كما تعلمون موقع تاريخي، هو مدعاة فخر بالنسبة لنا أمام العالم بأسره. وهذا المكان شهد فشل في بعض الأحيان، بعض حالات الفشل الدبلوماسي. هنا خسرنا السلام بنهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا بسبب تصرفاتنا، لأننا أردنا
أن نفرق أوروبا حينها. وأنا فخور بالقول أننا في هذين اليومين الأخيرين بالرغم من العواطف التي اعترتنا حول الطاولة وكل التحديات، قررنا واتفقنا جميعا على أن السبيل الوحيد للحفاظ على سلامنا كان هو الوحدة والشجاعة، التحلي بالشجاعة لأن نكون موحدين. شكرا جزيلا. دعوني أقول إننا قمنا لتونا بنشر إعلان فرساي ب24 لغة على موقعنا الرسمي. نفسح المجال أمام الأسئلة. أنجليك، راديو فرانس. مرحبا. كانت هذه القمة على مدى يومين، إنها المرة الأولى التي تستمعون بها منذ عدة أيام. تتكلمون عن قوة روسيا، تتكلمون عن أجندة، تتكلمون عن 2027، تتكلمون عن عقوبات، ولكن على الأرض رأينا مستشفى للأمومة يتم تفجيره. طبعا أنتم استجبتم بطريقة سريعة، ولكننا نعتقد أن هذا لا يكفي. وطبعا الشعور العام الذي يعتري عدد من يعتري الكثيرين هو أنكم ما عدتم متضامنين وموحدين بالطريقة التي برهنتم عنها في الأيام الأولى. هل أنتم اليوم عاجزون أمام بوتين؟ لنكن واضحين، هناك حرب دائرة على الأرض، لكننا لسنا جزءا من هذه الحرب. ما تقولونه صحيح، خيارنا السيادي هو هذا. أنتم إذا محقون بالقول إنه ليس لدينا إجابة واستجابة على أرض الواقع في الميدان، لأننا لسنا في الميدان أنفسنا ولسنا جزءا من الحرب في الميدان. بالنسبة للعقوبات، طبعا إعلان مجموعة السبع سوف تتطرق إلى فرض حزمة إضافية من العقوبات. نحن لا ننفي حدوث هذا، وفي إطار ما وصفتموه، إنما يجري على الأرض من اعتداءات ومن عمليات عسكرية هو الذي يدفعنا لفرض هذه العقوبات. اليوم الأوروبيين يتدخلون بثلاث طرق، من خلال العقوبات ضد روسيا، وطبعا سنقوم بفرض مزيد من العقوبات، وإذا ما تطلبت الأمور سوف نذهب بهذه العقوبات بعيدا. ثانيا الدعم إلى أوكرانيا، وسنستمر بهذا الدعم. وثالثا العمل الدبلوماسي بهدف عزل روسيا، ومن أجل محاولة إقناع الرئيس بوتين بالعودة إلى طاولة المحادثات بطريقة صريحة مع أوكرانيا من أجل إيجاد حلول. أنا أتفهم تفاعلكم وتعاطفكم أمام هذه المشاهد التي شهدناها في ماريوبول، هذه المشاهد الشنيعة وغير المقبولة التي رأيناها، ولكن نحن كأوروبيين لسنا موجودين على الأراضي الأوكرانية في الحرب. أعتقد أنه أمر شنيع للغاية، هذا تفجير المستشفى، مستشفى الولادة، وأعتقد أنه هذا يدعو إلى ضرورة إجراء تحقيق في جرائم الحرب. ولكن أيضا أدعم فكرة الرئيس. نحن في اليوم 15 من هذه الحرب، كنا جاهزون في اليوم 2 و4 و6. قمنا في هذه الأيام بفرض عقوبات، حزمة عقوبات على روسيا، وبعد أسبوع من ذلك نحن نرى اليوم أن الروبل خسر نحو 50% من قيمته مقابل اليورو. نحن نرى تضخما متزايدا، والمؤسسات والوكالات المعنية تصف السندات الروسية بأنها كنفايات، ولا طبعا هي ليس لها قيمة، وكل هذا بسبب تأثير العقوبات التي فرضناها. وطبعا الحزمة الرابعة قادمة، لدينا طريقتنا الخاصة بالاستجابة والرد على هذه الشناعة التي يمارسها الرئيس بوتين. السؤال التالي، أغات،
مرحبا سيدتي وسيدي. رفضتم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والسيد زيلينسكي قال إنه لابد من القيام بما هو أكثر من ذلك. أردت أن أرى ردكم على هذه الانتقادات التي جاءت من كييف، وهل تعتقدون أن هذا الأمر يمكن تحققه؟ ولو سمحتم لدي سؤال إضافي، بالنسبة للعقوبات، هل قررتم خفض الإيرادات الروسية بنسبة الثلثين؟ وهل بالإمكان حماية القدرة الشرائية للأوروبيين، وألا تخافون من غضب في صفوف المستهلكين الأوروبيين؟ دعوني أجيب عن السؤال الثاني. لقد طورنا آليات برهنت عن أننا قادرين على فرض العقوبات، وفي الوقت عينه حماية أنفسنا من النتائج على المستهلكين وعلى المؤسسات والشركات. وطبعا السوق العالمي للمواد الأولية، وبعد هذا ربما الانتعاش أو شهد ارتفاعا للأسعار قبل اندلاع الحرب، سواء ما تعلق الأمر بالنفط أو الغاز أو سواها. إذا كان هناك ارتفاع للأسعار، ويجب أن نميز الأمور. والحكومات لا تتحمل بالكامل المسؤولية هذه التأثيرات التضخمية، إنها سياسة استثنائية. وبالنسبة للغاز مثلا، ليس لدينا اليوم تبعات الأزمة والعقوبات والعقوبات المضادة، ولكن في حين كان يجب أن يتقدم الغاز بنسبة 40%، تقدم فقط بنسبة 4%. وما أريد قوله هنا هو أننا نعتقد ونعلم أننا نملك السبل والوسائل لفرض العقوبات ولحماية اقتصاداتنا في الوقت عينه، ولتلقي ربما العقوبات المضادة بسبب أو بفضل التنسيق الأوروبي. وبالنسبة للسؤال الثاني، أرى أننا بحاجة أو يجب أن نعبر عن الكثير من الاحترام والتضامن والوحدة للأوكرانيين ولقادتهم. أنا أفهم تماما هذا التعاطف وهذه العواطف. في الأمس المجلس الأوروبي عبر عن رسالة واضحة بشأن الطريق الأوروبي، الطريق نحو أوروبا بالنسبة لأوكرانيا والمصير الأوروبي. الآن بالنسبة إلى انضمام أوكرانيا، هل يمكن لها أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وهي في حالة حرب؟ كلا ببساطة. حتى بالنسبة لمولدوفيا، ومع وجود كل هذه التحديات واللاجئين الذين يتوافدون إليها والهشاشة التي تعاني منها، هل بإمكانها أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي؟ كلا. والأمر أيضا عينه ينطبق على دول أنكم من أسرتنا، وطريق مفتوح أمامكم نحو الأسرة الأوروبية، لكن لا بد من إعادة تقييم في الأشهر المقبلة هوية أوروبا وما هي أوروبا، والجيوسياسية والعودة إلى المأساة والحرب في أوروبا، والعودة إلى مشاهد مؤسفة تفرض علينا التفكير بكيفية إعادة تنظيم أوروبا. الاتحاد لا يكون كما هو عليه حاليا. لابد من إرساء الاستقرار في هذه الدول التي يزعزها الإسلام السياسي والتدخلات الصينية التي تقف عند أبوابنا وتتسبب لنا بانعدام الاستقرار. يجب علينا أيضا أن نراجع طريقة حكمنا لذاتنا وطريقة تنظيمنا لأمورنا، ولهذا أطلقنا المؤتمر بشأن مستقبل أوروبا. هذا الإدراك الجيوسياسي وهذا السياق وهذه الخطط التي أطلقناها يجب أن تجد طريقا مشتركة. يجب أن نجد صيغ جديدة لأوروبا.
نعم، السيد زيلينسكي من خلال طلبه أطلق عملية، ودعوني أذكركم أنه من يوم التقدم بالطلب وحتى اليوم الوقت كان قصيرا جدا بالنسبة للمفوضية ليسمح لها بأن تشكل رأيا إزاء هذا الطلب. عادة هذه العملية تأخذ سنوات وسنوات، وهذا يعني أن العملية الآن يتم النظر إليها أو تأتي في سياق استثنائي. طبعا هناك متطلبات أوروبية يجب أن تحترم، وطبعا نحن نأمل أن يكون هناك أوكرانيا حرة ومستقلة وديمقراطية بعد انتهاء الأرب، وطبعا سوف ندعم أو الاتحاد الأوروبي سيدعم إعادة إعمار أوكرانيا. ودعوني أشدد على أنه هناك سرعة فائقة في التعامل مع هذا الطلب الأوكراني، من شأنه أن يبرهن فعلا أن أوكرانيا جزء من الأساس الأوروبية. وبالنسبة لخفض ثلثي من الغاز بحلول عام أو في غضون عام، هذا أمر قابل للتنفيذ، هو ليس حظر بل هو خفض للاعتماد على الغاز أو المنتجات الروسية، وطبعا يعتمد على أن يكون هناك مزيد من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. نحن كنا ندعو في الأونة الأخيرة أصدقائنا إلى تزويدنا بمزيد من الغاز المسال الطبيعي، الحمد لله كان هناك استثمارات في أنابيب خلال أوروبا، وطبعا مع زيادة الاستثمارات سنتمكن من التعويض عن جزء من الغاز الروسي. مثلا في يناير لم يكن لدينا هذا القدر الكبير من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وهذا يعني أننا نتعامل مع مزودين آخرين في العالم. أيضا يجب أن نستثمر في الميثان البيولوجي، وهذه الاستثمارات سوف تزيد على مر الأعوام، إنها فقط البداية. من المثير للاهتمام أن نستثمر في الهيدروجين، لأن مهما نقوم به أو ما نقوم به حاليا في الأنابيب الغاز الطبيعي المسال يمكن استخدامه لاحقا بالنسبة للهيدروجين، وهذا سيكون تحولا مثاليا، بما أن الهيدروجين سيكون أحد المصادر الطبيعية المستقبلية. طبعا يمكنكم أن تروا في الأوراق التي وضعناها أمامكم جدول مفصل اقترحنا فيه المجالات التي يمكننا فيها أن نقلل اعتمادنا على الطاقة الروسية أو مصادر الطاقة الروسية. طبعا هذه عملية لن تكون سهلة، وهي بحاجة إلى دعم من الجميع. الكل بإمكانه المساهمة بطريقة، مثلا من خلال خفض الاستهلاك للطاقة، وطبعا المبادرات الفردية بقيمة 400 مليون يورو، وطبعا التنويع وتوفر مزيد من المصادر الطاقة المتجددة، والاستهلاك الذكي للطاقة سيتيح لنا القيام بذلك. الأوكرانيون اليوم يناضلون بكل شجاعة، وهذا أمر يدهشنا جميعا. إنهم يكافحون من أجل أرضهم وسيادتهم وأولادهم، من أجل مستقبلهم، من أجل أن يكونوا جزءا من عالم حر. ويجب القول أنه في الأمس كان هناك إدراك من قبل جميع القادة الضرورة بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي أن نبرهن عن مثل هذه الشجاعة، وذلك من أجل أن نتمكن وبطريقة عاجلة ومن دون انتظار أن نلتزم بالمزيد من الخطط والتحضيرات.
كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، سوف نستمر في المحادثات بهذه المسائل التي تطرقت إليها، ونحن نكن احتراما كبيرا للطريقة التي تصرف فيها الأوكرانيون، ونرى أن هذا سيكون دافعا لنا للالتزام بهذه المبادئ أيضا. جون من بلومبرغ. هل بإمكاني طرح سؤال بالإنجليزية؟ السؤال الأول بشأن اللاجئين. الحكومة البريطانية أعلنت عن تدابير لتخفيف الدخول إلى أوكرانيا أو للدخول إلى بريطانيا لحاملي الجوازات البريطانية، هل هذا كاف؟ هل ترون أن بريطانيا اليوم تأخذ حصتها العادلة من هذه المسألة؟ والسؤال الثاني فيما يتعلق بالمدفوعات على الطاقة والدفاع، ما هي أفكاركم بشأن الديون المشتركة؟ هل هناك اتفاق حلال هذه النقطة أو انقسام؟ طبعا بالنسبة للسؤال الأول، ما تطرحونه بشأن مبادرة تدابير الحكومة البريطانية يبين أن ثمة من مشكلة ومن غير الواقعي أو أنه أمر لا يصدق أنه بعد كل هذه الإعلانات التي قمنا بها، الحكومة البريطانية لا تقوم بما يكفي من أجل اللاجئين، وتطلب منهم الذهاب لعدة كيلومترات من أجل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. إذن تابعنا معكم جانبا من هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.